السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم عمار من قناة EYTech. اتكلم النهاردة عن حاجة طبعتها غريبة جدا بال 3D printer من كام يوم. قبل ما نكمل الفيديو احب اقف شوية عند فكرة الطباعة ثلاثية الابعاد او 3D printing. الطباعة ثلاثية الابعاد او 3D printer هي باختصار شديد عبارة عن آلة بتاخد ملفات ثلاثية الابعاد او 3D files وتبدأ تطبعها. واكتر مادة مشهورة في النوع ده من الطباعة هي مادة اسمها PLA Poly Lactic أسد. والمادة دي طبعا نوع من أنواع البلاستيك. والميزة الكبيرة في الآلة دي إن وزنها خفيف وحجمها صغير وممكن تحطها في بيتك بكل سهولة. طبعا أغلبيتكم بيسأل نفسه سؤال دلوقتي، إيه هي الآلة دي؟ وإيه سعرها؟ وهل أقدر أشتغل عليها كواحد مبادئ ولا لأ؟ وأجيبها منين بعد كل ده؟ هنرد إن شاء الله في الفيديو القادم على كل الأسئلة دي. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية، واعمل لايك لو عجبك الفيديو. ولو ليك اي استفسار او موضوع نحب نتكلم عنه ممكن تكتب لنا في الكومنتات. نبدأ في موضوعنا الاساسي واللي ممكن نقول عليه الترابيزة الطائرة. نقول بسم الله ونبدأ الفيديو، يلا بينا.